مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية. اليوم راح نتكلم عن أخذ NFT مجاني عن طريق منصة FTX. طبعا منصة FTX حاليا يوجد بها NFT مجاني نقدر ناخذه. طبعا المنصة منصة جدا قوية، منصة أيضا منافسة لمنصة باينانس ومنصة جيت أيو، يعني المنصة نقدر نقول الرابعة والخامسة عالميا من حيث السيولة الموجودة في المنصة. طبعا طريقة التسجيل في المنصة راح خلي لكم الرابط، تضغط على الرابط بعد ذلك تسوي فتح، تسوي داونلود من جوجل بلاي للمنصة. بعد ذلك عندما سويت تحميل للتطبيق تختار FTX انترنت خنال، تضغط عليها، بعد ذلك تكتب الايميل والباسورد الخاص بك. بعد كتابة الايميل والباسورد الخاص بك تضغط على كلمة ريجسترر. هنا يريد من عندك الاسم، الاسم الاول والاسم الثاني اللي هو اسم العائلة، وبعد ذلك تختار تاريخ الميلاد على كلمة نيكست. هنا أنا يقول لك اختار البلد، تختار اي دولة، يعني تسوي تكتب الادريس. هنا أنا تكمل معلومات عنوانك وبعد ذلك تضغط على نيكست. ايضا تخلي رقم الموبايل، يدزولك كود الى الموبايل، وايضا ما تحتاج توثيق. واذا ما صارت عندك عملية انه ما تقدر تخلي رقم الموبايل، تقدر تتخطى هاي الخطوة وبعد ذلك تدخل للمنصة. تفتح طبعا عندك مثل ما تشوفون فتحنا هذه المنصة، في الأعلى عندك مثل هذا صندوق الهدايا، نضغط على صندوق الهدايا. هنا يقول لك دخل الكود، نرجع نجيب الكود اللي هو على سبيل المثال عندنا ما يقارب أكثر من 5 أكواد، نسوي له نسخ، نخلي الكود في هذه الخانة. وبعد ذلك طبعا هنا يقول لك هذا الكود خلصان، نروح نجيب كود ثاني. مثل ما تشوفون حصلنا على NFT في الأعلى، ونروح أيضا نجيب الكود آخر إذا نشوفه. أيضا نأخذ هذا الكود، بعد ذلك نضع الكود هنا. مثل ما تشوفون حصلنا على NFT حاليا، يعني نختار من الكودات اللي كود اللي يشتغل عندك تقدر تاخذ. طبعا نرجع نشوف NFT وين حصلنا عليه، نرجع خطوة. مثل ما تشوفون هنا في الواجهة الرئيسية عندنا My NFTs، نضغط عليها. عن هذا ظهر لنا NFT هنا، هذا NFT تقدر تخزنه ايضا وتقدر تبيع هذا NFT. طبعا راح نتكلم ايضا في فيديوهات قادمة عن المنصة، طبعا منصة من اهم المنصات، راح اخلي لكم الروابط بالاضافة الى الكودات على مود تاخذون هذا NFT. تقريبا كان هذا كل شيء، لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.